اعترض البعض على دعوتي بفيديو سابق السوريين المجنسين في فرنسا بأنهم ما يروحوا ينتخبوا حزب التجمع الوطني أو الجبهة الوطنية اللي هو حزب يميني متطرف، واعتبروا أنه أنا عم بتدخل بالخيارات الشخصية لهم، يعني من باب أنه أنا عندي نفس ديكتاتوري وبدي أقمع حريات الناس. اللي اعترضوا على هذا الأمر وواجهوني بقصة أنه الديمقراطية تقتضي ألا أتدخل في شؤون الآخرين، معهم حق، أنا فعلا ما لازم أتدخل بشؤون الآخرين لما بتكون هاي الشؤون لا تتعدى على حياتي الشخصية أو على وضعي أنا كلاجئ اجيت على هذا البلد بسبب نظام بشار الأسد. ليش عم بحكي هذا الحكي؟ لأنه انتخاب هاي الفئة من الناس لحزب التجمع الوطني هو بشكل أو بآخر دعم لنظام بشار الأسد، لأنه هذا الحزب وعلى رأسه مارين لوبين من عدة سنوات صرحت أثناء يعني المعركة الانتخابية بأنه هي في حال لو فازت بالانتخابات كرئيسة للدولة الفرنسية أو حتى لو أنه حزبها وصل للبرلمان كأكثرية يعني قادرة على التأثير وإصدار القرارات، فأنه رح تعمل شيء أساسي هو إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، لأنه بشار الأسد بالنسبة إليه هو أكثر شخصية أو أكثر نظام قادر يوقف بوجه المتطرفين الإسلاميين اللي بلشوا يغزوا أوروبا بحسب تصريحاته. طبعا تصريحاته هي ما أنا مجرد كلام ضمن الصراع الانتخابي، لأنه هي أرسلت أحد مستشاريها للقاء الأسد واسمه تيري مارياني، وفيكن تدوروا على تفاصيل هذا اللقاء لأنه وكالة سانا التابعة للنظام نشرت الأخبار من باب أنه يعني صحيح النظام الفرنسي مثل ما بيقول بشار الأسد قاطع علاقته معه، لكن في معارضة فرنسية بدها تعمل علاقة مع هذا النظام، بمعنى أنه في مؤيدين لبشار الأسد ضمن المعارضة الفرنسية، وهذا فعلا شيء موجود. مو بس المعارضة الفرنسية أو اليمين المتطرف الفرنسي، إنما اليمين المتطرف الألماني واليمين المتطرف الإيطالي واليمين المتطرف الإسباني، كلهم عندهم علاقات مع نظام بشار الأسد، وهدول مو بس يعني عملوا علاقات وتصريحات وزيارات، في بعض الفئات منهم أرسلت مقاتلين ليقاتلوا مع نظام الأسد مع جيش نظام الأسد بمواجهة الفصائل الإسلامية كما يقولون، من بيناتهم في منظمة اسمها أنقذوا مسيحيي سوريا. هلأ بغض النظر عن تصريحاتهم اللي بيحكوا فيها عن أسباب دعم لهذا النظام المجرم، لكن لازم نشوف القصة من زاوية أنه دعم هاي الفئات لنظام بشار الأسد هو مؤشر عن سياسات المستقبلية في حال تولت السلطة ببلدانه، بمعنى أنه سوف تكون هناك تغييرات على سياسة أوروبا في حال وصل اليمين المتطرف إلى السلطة، وحتى لو صار أغلبية في البرلمان الأوروبي معناتها سيكون لدينا معركة كبيرة جدا مع داعمي بشار الأسد ضمن صفوف هذا اليمين اللي هلأ حاليا اقترب شيئا فشيئا من تولي زمام الأمور. ضمن هذا السياق لما بتطلب من الناس أنه ما تدعموا ولا تنتخبوا اليمين المتطرف، فأنا بكون بشكل أو بآخر عم أكد على أنه نحن لازم نضل مستعدين ومتأهبين ودائما نقاتل بحيث أنه ما يجي حدا يدعم هذا النظام المجرم اللي قتل وذبح السوريين وهجرهم وحولهم إلى لاجئين في كافة أصقاع المعمورة. وقبل ما أنسى، طالما عم أحكي عن اليمين المتطرف لازم ذكر وقول بأنه عصابة أو تنظيم الكوكلوكس كلان اليميني المتطرف الأمريكي يدعم أيضا بشار الأسد. واحد من زعماء هذا التنظيم ويمكن هو زعيمه السابق يعني نشر تغريدات ونشر مقالات أو كتابات له بيوضح فيها دعمه لبشار الأسد، لا بل يرحب بسلاح البراميل المتفجرة اللي استخدمه بشار الأسد بتدمير المدن اللي ثارت ضده.
من خلال هذا المثال فينا نقول أنه دعم بشار الأسد من قبل تنظيمات اليمين المتطرف لا يقف على أوروبا، بل يمتد إلى جهات كثيرة في الكوكب. من جهة ثانية، وطالما عم نحكي عن داعمي بشار الأسد، لازم نتذكر تسمية أطلقها أحدهم بحق هدول الفئات وقال أنه هدول أغبياء الأسد المفيدين. ومن بين أغبياء الأسد المفيدين في عنا تنظيمات يسارية من باب معارضة للإمبريالية بتعتقد بأنه بشار الأسد هو عدو للإمبريالية وبالتالي يجب دعمه. هدول كتار، وفي منهم راحوا قاتلوا مفكرين حالهم أنه عم يدعموا نظام تقدمي، نظام يعني يصنع الوجه المشرق لسوريا، بينما في الحقيقة هن مجموعة من الأغبياء اللي بينضحك عليهم بالشعارات، وما زال هدول الأغبياء موجودين مو بسوريا، موجودين حول العالم وعم يعيدوا يفتقوا بقصة أنه هن بيدعموا هذا النظام التقدمي، هذا النظام اللي عم يكافح الإمبريالية والصهيونية، وهن عندهم استعداد يدعموه على طول الخط. هدول في ناس مثل السماسرة بيقدموا لهم عروض ودعوات من قبل النظام. واحد من دول الأشخاص موجود بفرنسا هو يعني فارس أو خيال سوري اسمه عدنان عزام. عدنان عزام سبق أنه جلب لسوريا عدد من الصحفيين والشخصيات المهتمة بالشأن العام وخلاهم يزوروا وزارة الثقافة واتحاد الكتاب، واجتمعوا حتى مع قيادات من حزب البعث العربي الاشتراكي. شوفوا لوين عم ياخدوهم. قبل 3 سنين جلب معه حوالي شيء 8 أشخاص مرقهم على كل هاي المؤسسات ليتبين يعني من خلال تصريحاتهم أنه هن مجموعة فعلا لا يستحقون تسمية سوى أنهم أغبياء الأسد المفيدين. المفارقة وين؟ أنه في واحد من هدول اللي جابهم عدنان عزام رجع من سوريا وكتب كتاب عنوانه بعنوان 4 أغبياء في دمشق، تحدث فيه عن الخديعة اللي وقعوا فيها، ومن هون سماه 4 أغبياء في دمشق. لكن من ضمن الأشياء اللي ذكرها بالكتاب أنه الشخص اللي جلبهم أو وقعهم بهذا الفخ ظن حاله ذكي، لكن هو في الحقيقة لا يصلح سوى أن يكون مجرد مهرج بخدمة الأسد.